السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غندير معكم بغرير بلا تخمير وطريقه سهله كيوجد في اخر لحظه، يعني ما كنحتاجوش نخليوه يخمر ولا شي حاجه، دغيا غير خلط وطيب. فكندوزو المقادير، عندي جوج كيسان سميده، عندي سميده رقيقه، وعندي كاس ديال الفورص، وعندي مليحه، عندي معلقه كبيره ديال السنيده، والملح كيبقى على حسب الذوق، عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندي ربعه الكيسان ما دافي دوك باش غادي نخلطوه. فكما كتشوفوا راه كنديروا كلشي في المولينكس، عندي ربعه الكيسان ما دافي وكنخلطو مزيان وكنخليو الخمارات هما الاخرين، غير كنخلطو شويه صافي ونحيدو باش الخمارات كيبقى فيهم المفعول ديالهم. فمن بعد ما كنخلطوا كل شيء في المولينكس مباشره كنبداو نطيبوا فيه، فكناخذوا المقيله اللي ما كتلصقش ديال البغرير، وكما كتشوفوا دغيا كنديروا كميه ديال الخليط حتى كيطيب لينا. كما كتشوفوا هذا البغرير دغيا كيوجد حتى لاخر لحظه وتقدري توجديه. فمن بعد ما كملت فكيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، راه يديا كيبانوا لتحت، يعني كيجي كله يعني بحال الشهده، كيجي مخرج كامل. فكنتمنى يعجبكم هذا البغرير هذا وتجربوه.